والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. الجولة الاقتصادية ودينا شرف. لك دينا. شكرا لك يوسف. شكرا لك إلهام. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع رئيس إحدى الشركات اليونانية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة فرص الاستثمار على أرض مصر. وأضاف الوزير أن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية تهدف للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035. ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء بنسبة 20% خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 3.693 مليار دولار في مقابل 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة نمو قدرها 20%. وأوضح أحدث تقارير المجلس التصديري لمواد البناء أن الإمارات العربية المتحدة تتصدر قائمة أكبر الدول المستوردة لمواد البناء، بينما احتلت كندا المركز الثاني، تليها إيطاليا، وجاءت السعودية في المركز الرابع. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات شهر أغسطس بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب. وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 685 مليار و200 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10132 نقطة منخفضا بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 9998 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2216 نقطة متراجعا بنسبة 69% ليغلق عند مستوى 2201 نقطة. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3174 نقطة منخفضا بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و17 قرشا للشراء و19 جنيه و27 قرشا للبيع، وسجل اليورو 19 جنيه و27 قرشا للشراء و19 جنيه و28 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و27 قرشا للشراء و22 جنيها و42 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و13 قرشا للبيع. أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في أغسطس إلى أعلى مستوياته منذ بدايات الجائحة في 2020 مع انحسار الإضرابات في المنشآت الليبية وزيادة الدول الخليجية الأعضاء، وذلك مع زيادة الإنتاج مع انتهاء اتفاق لخفض الإنتاج مع الحلفاء. ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 29.58 مليون برميل يوميا هذا الشهر بزيادة 690 ألف برميل يوميا عن يوليو في أعلى مستوى منذ إبريل 2020. في
في أسواق العملات الدولية تراجع اليورو مجددا إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار، وواصل الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، حيث تغذي أزمة الطاقة المتفاقمة مخاوف الركود، بينما يمضي البنك المركزي الأوروبي قدما في رفع أسعار الفائدة. وأدت حالة عدم اليقين إلى تراجع اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مقابل الدولار، وانخفض في أحدث التداولات بنسبة 0.4% إلى 99% دولار. ختام أخبار الاقتصاد.